نادي المينا هذا صراحة إنه تهمني شخصيا بالمناسبة كنت يعني لا وتهمني إدارتي أنا الإدارتي يعني وتهمني شخصيا إنه أنا زرت حقيقة فريق الخماسي بالبصرة وأنا حقيقة ما تربطنا علاقة يعني بإدارة المصابي قدر يمكن إنه نعرف شخص شخصين لكن إنه سمعت إنه مهدي أبو هيلة وتدري أنا أي شخص والمدربين بخماسي الكرة بفريق المصافي انه ولد منطقتي في شارع فلسطين قسم من عتوم ورحت المهدي ابو هيلة انه زرته على الكورنيش وجينا اتمشى شفت انه عضو الاداره والمسلمت عليهم حاله طبيعيه ما وصلت لا للفندق ولا هو اتهمني اتهام صريح طبعا جدا انه المدرب لكن انه هذه الاتهامات اللي تصير على نادي الميناء في هذا الاتجاه انا اقول مجهود لاعبين اللي كانوا لهم رد قاسي بخلال الملعب كل اللي ضربوا بين السطور يعني سواء يعني كل نجل الاحترام لرئيس النادي المصافي للسيد النائب احمد الموسوي لكن انت تتكلم على مجموعه من اللاعبين اللي عندهم نضوج كروي كادر تدريبي على مستوى عالي اداره جيده كل هذا خلال سنه هذا الفريق العمل اللي يشتغل انه هو بالعكس راد انه يدفع اللاعبين باتجاه الميناء لكن هذا انطى اصرار للاعبين الميناء ان يكسبون المباراه سواء رئيس النادي وحتى السيد احمد الموسوي لكن انه تجي تشكك بقدرات الميناء طبعا هو حتى ذكر بالبرنامج السيد احمد الموسوي مو شكك اتهام واتهام وصراحه انه قال على المباراه اللي انه غلبونا بيها بالبصره وبظروف انا قلت له ظروف غير طبيعيه اول انطرد اثنين انه التعامل اللي صار انا ما اقصد انه جمهور ديالى نجل كل الاحترام اليه لكن وبعدين هم الفريق صارت اضافات مثل سفيان محمد ابو حالوب البرازيلي يعني كابتن فريد قبل لا اسمع رد رسمي من الاداره انا ما اتكلم على لسان الاداره موجود نائب رئيس السؤال نعم. مباراه الميناء والمصافي نعم. مبيوعه ولا ما مبيوعه يعني شلون مبيوعه ما انا اسالك ما اعرف سؤال مباشر جاوبني جواب مباشر تسالني انا دوري هنا اسمع لي انه شو الاهداف من كابتن فريد يعني تكضل الكره سؤال انت تسالني لا اسمع لي بس كابتن